بقول لك ايه، هو اخر الخط ده بينزل فين؟ بينزلك على طريق مصر اسماعيليه او الموقف العاشر، ممكن تبدل منه للعاصمه الجديده. مش عارف لازمتها ايه دي، يعني هل بقى كانت ناقصه صرف؟ وايه اللي لازمتها ايه؟ امال انا والناس اللي زيي بنشتغل في ايه؟ على الاقل حاجه بتفيد البلد مش تقول لي تطوير الارياف. اهو ده بقى اللي لازمته ايه؟ ايه يا هندسه مستكتر علينا صرف صحي وشويه ميه نظيفه يخش بيوتنا بلا كان في مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز شباب، وانت كل اللي مضايقك حياه كريمه وبعدك هنا عايز اقول لك معلش يا حاج قطعت كلام. انت قطعت كلام يا ولد. حياه كريمه يعني مستشفيات مدارس ناس عاشت، انما الطرق والكباري اللي بتتملي عمال على بطال دي مليارات بتضيع، وهي الدنيا عادي كانت ماشيه. ماشيه ايه بس يا عم الله يبارك لك؟ ده الواحد كان عشان يخرج من بيته يروح مشوار كان بيخرج قبلها بثلاث ايام عشان يوصل في ميعاده، انما دلوقتي لا. لو كنت كلمتني مثلا في اللي اتصرف على العشوائيات كنت فهمت وقلت لك ماشي، انما احنا مالنا بالعشوائيات. مالكوا ايه؟ احنا كنا سبعه عايشين في اوضه، كنا بنخاف السقف يقع علينا في اي لحظه، انت اللي ما جربتش. بيوتنا اكيد اهم من شويه محطات الكهرباء اللي بتتعمل، ولا هناكل كهرباء يعني؟ يا جماعه انتوا نسيتوا الكهرباء كانت بتقطع قد ايه زمان؟ احمدوا ربنا بقى. طب كنا نفتح مصانع تشغلنا ازاي من غير كهرباء؟ مشكله لا كهرباء ولا عشوائيات. مشكلة في الحملات دي اللي بيسموها مبادرات الصحة، فلوس قد كده تتصرف على الهوا. هو ايه بس يا حاج؟ أنا أبويا كان عنده فيروس سي، ولولا المبادرات اللي مش عاجباك دي كان زمان راح فيها كنا كلنا رحنا معاه، مش كانت سابر شوية على التعليم، تابلتس مش تابلتس على إيه يعني كل ده؟ أنت بتقول كده عشان أنت ما عندكش ولاد، إحنا لو قعدنا نستنى على كل حاجة عشان تحصل مرة واحدة مفيش حد هيتعالج. 104 مليون وجهة نظر، كل يوم بتتغير على حسب أولوياتها، الحل إننا نفكر، نسمع، ونشوف الصورة كاملة.